السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معي في قناة هبة بلانيت. أول حاجة مبروك عواشركم بكل ما تمنيتو إن شاء الله. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، غادي نحضروا مجموعين واحد الرغيفات كيجيو مقرمشين رائعين، و كيك بالقهوة والشوكولات اللي كتجي واعرة بزاف. نتمنى أنكم تجربوهم الفطور العيد إن شاء الله كأفكار أو كاقتراحات. إذا كنتم مازال ما شاركتوش في القناة، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك، سبسكرايب أو سابوني، تفعلوا الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بالجديد. وكنشكركم بزاف على المتابعة، ومرحبا مرحبا بالناس الجداد وقدام، حتى هما راهم قناتهم بطبيعة الحال. هنا اول حاجه غادي نبداو بها اللي هي الرغيفات. فعندي 500 غرام ديال الدقيق الفورس، رشه ديال الملح، معلقه كبيره ونص تاع الخل، 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، ربع لتر ديال الحليب، ولكن غادي نشوفوا واش غادي يدخلوا لينا كامل ولا لا، حتى شويه غادي نعجنوا به. وغادي نحتاجوا النشا للتوريق. اذا هنا اول حاجه فكندير الدقيق وكنحاول نرمل فيه هذيك الزبده، غادي نقطعها باش تسهل عليا العمليه، وغادي نبدا نرمل العجين مع ديك الزبده. اذا هنا كنزيد الملح وكنزيد الخل صافي. من بعد غادي نبدا نزيد الحليب شويه بشويه حتى كنجمع بيه العجين. العجين القوام ديالها كيكون بحال القوام ديال المسمن. اذا هنا من بعد ما جمعت العجين فغادي نقسمها لثلاث كرات، وغادي نديرهم في السلوفان او لا في الاليمونتير، وغادي نبدا نطلق وحده بوحده. كيف ما تلاحظوا معايا هنا كنرش النشا وكنطلق حتى نرققها مزيان، وغادي نحيد دوك الجوانب باش نقاد الشكل ديالها صافي. من بعد غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نبدا نلوين. اذا هنا من بعد ما طلقتها حيدت الجوانب، فدرت رشه ديال النشا حتى شويه كيخليها تجي مرقه من الداخل صافي. وغادي نبدا نلوي من الجنب وكنضغط باش بحال هكا ما يبقاوش ليا فراغات ما بين الطيه والطيه، كندير وكنضغط احسن نلويها كامله من بعد نبداو نشكلو. هنا من بعد ما لويتها كامله فكنجي للطرف وكندير الحليب اولا الماء على حسب اللي عندكم، كندهن به باش بحال هكا تلصق ليا وما تسحرش فاش تكون كتقلى اولا فاش نكون كنشكلها.
دار هنا غنضغط عليه مزيان حتى كيشد يلصق لي مزيان، عاد نكمل معكم الطريقة ديال التشكيل. هنا كما غادي تشوفوا غادي نبدا نقطعها، هاد التقطيع هذا غادي يحدد لكم واش بغيتوهم كبار ولا صغار، يعني الحجم ديال التقطيع هو اللي غيحدد لكم. فانا درتهم صغار شويه، نقطعهم بهاد الشكل، وكنجيب المدلك وكنضغط عليهم على هاد الشكل هذا كما غتلاحظوا معايا بحال هكا، كنحاول نضغط عليهم مزيان صافي. وغادي نكمل كل شيء العجينه ديالي كامله بحال هكا. ندوزو للطريقه ديال القلي. دير هنا من بعد ما شكلت العجين ديالي كامل فغادي نبدا نقليه. الزيت راه سخنتها من قبل، من اللي سخنات فخفضت لها الحراره باش بحال هكا ما يتحمروش ليا من الفوق ويبقاو خضرين من الداخل صافي. كنبداو نقليو فيهم اون فوا كي يتحمروا غادي نحيدهم نسقطرهم، عاد نديرهم في العسل اللي حتى هو سخنته من قبل. غتلاحظوا الشكل ديالهم، اما من حدهم هما كيطيبوا هما كيتورقوا كيف ما كتشوفوا كيتنفخوا. صافي دابا غادي نبقى مره نقلبهم حتى كيتحمروا ليا من الجهتين بجوج، عاد ديك الساعه نحطهم يتسقطروا واحد شويه من الزيت، عاد نحط فيهم في العسل. ملي غادي نحيدها من العسل فاش غنبغي نحطها في التقديم غندير لها الزنجلان. هنا بالنسبه للكيك فعندي كاس ديال القهوه، انا خديت كاس الماء درت معاه معلقه كبيره ديال القهوه، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، 3 المعالق ديال بودره الكاكاو، 2 خمارات، 4 ديال البيضات، والدقيق كيبقى حسب الخليط. اذا كيف ما العاده فغادي نخدم الزيت وعفوا البيض مع السنيده. انا من بعد ما ضفت الزيت فغادي نضيف حتى القهوه، كنضيف وكنطرب كنطربهم بحال هكا حتى نكملهم، عاد من بعد ندوز للنواشف. بعد ما حصلت على القوام ديال الكيك فازت الخميره 2 خمارات، وصافي نضربهم مزيان ونديرهم في المول اللي غنكون دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق باش هكا ما تلصقش لينا، وندخلها للفران طيب. بالنسبه للكيك انا دائما كندخلها للفران بارد العافيه من التحت حتى كطيب، عاد كنشعل عليها من الفوق. اذا هنا غادي نوجد معكم الصلصه او لا صوص اللي غادي نسقي بها الكيك او اللي غادي تجي من فوق الكيك.
فهنا عندي كاس كبير ديال الحليب، يعني تقريبا كيهز واحد 250 مليليتر بحال هكاك، المهم 4 لتر. غادي نضيف معاه، ديرو غير كاس الحليب، مع انا الكميه راه شاط لي منها، ديرو غير كاس الحليب. غديرو معاه معلقه معمراش ديال النشا، معلقه كبيره معمراش، قطع ديال الشوكولا، وبودره الكاكاو باش كتزيد كتركز هذاك الشكلاط، ما حتاج هذا غير بديل الشوكولا. ملي كنزيدو عليه بودره الكاكاو كتجي مركز اكثر، يعني غنديروا معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو مع معلقه معمراش ديال النشا مع قطع ديال الشوكولاتة. هو شكل ديال الكريمه اللي حصلنا عليها خصها تكون عقده شويه، يعني بحال شكل ديال لا كريم باتيسير، ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش عاوتاني ثقيله بزاف، حتى بغينا ملي نديروها فوق الكيك يعني غادي تسيح لينا واحد شويه مع الجناب. اذا هنايا الكيك ديالي راه طابت، غادي نجيب الصلصه وهي سخونه او الكيك بارده بطبيعه الحال، غادي نكبها عليها على هذا الشكل هذا صافو، نزينها برقائق ديال اللوز او المهم اي حاجه متوفره عندكم، كوك كاوكاو مهرمج، اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تزينوها بها. صافي غادي نديرها على هذا الشكل هذا وندير لها رقائق اللوز ونشوفوا الشكل النهائي. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كيجي زوين وخفيف، نتمنى انكم تجربوه. وكذلك الشكل ديال الرغيفات حتى هو كيجي شكل رائع، ومذاق تاعو كيجي زوين وكيجيو مقرمشين. نتمنى ان الوصفات ديال اليوم نالوا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايك وكومونتير. كنشكركم بزاف على المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.